الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الفضليات. نواصل رحلتنا المباركة مع سورة النور ومع خريطة التمكين في هذه السورة المباركة، ووصلنا إلى الأسرة المسلمة بعد أن تحدثنا عن صفات الفرد المسلم المستحق للتمكين. انتقلنا إلى الأسرة المسلمة المؤهلة للتمكين، والله تعالى وضع معايير لهذه الأسرة وبيّن كيف نتعامل مع هذه الأسرة المؤهلة للتمكين، والتمكين الذي هو إقامة الدين وتحرير الإنسان ونصر دين الله في الأرض وإقامة العدل في الأرض، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وإقامة الدين واجبة على المسلمين جميعاً، يجب أن يتأهبوا لها ويتأهلوا لها. فالتأهب لإقامة الدين ليس نافلة من القول، بل إن العبادات التي نقوم بها إنما هي للاستعانة على تحقيق هذا التمكين، فالصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها إنما يستعان بها على تحقيق الواجب الأهم، وهو تمكين دين الله في الأرض. وهذه مهمة الناس جميع، مهمتنا يا إخواني وأخواتي إقامة دين الله في الأرض. إن كان ذنب يحتاج إلى أن نجدد أو نحدث فيه توبة، فهو عدم إقامة دين في الأرض، عدم البذل لإقامة هذا الدين. وإن كان من توبة، فالتوبة من التقصير في إقامة هذا الدين، فهو الواجب الأكبر. شرع لكم كما قال ربنا سبحانه، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. وإقامة الدين، نعم، تستطيع أن تبادر بالسؤال ما الذي أفعله لأقيم الدين، أن تتحقق بصفات الفرد المسلم التي ذكرتها سورة النور، وهي العفة والزواج وتجنب عدم طاعة الشيطان، وأن يتحقق بالرجولة في مواصفاتها، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والعفو والصفح عند الناس، وأن يمسك الإنسان بزمام نفسه وأن لا يكون تابعا لهواه وشهوتها، وأن يكون رجلا بحق في إنفاقه وفي صلاته وفي عبادته، أن يتحقق بصفات الفرد المسلم المؤهل للتمكين التي ذكرناها في الحلقات السابقة. أما الأسرة نفسها، فعلى المجتمع أن يقيم هذا الحصن، الحصن الكبير الذي يصنع رجالات الأمة، الذي يصنع الأسلحة الثقيلة. الأسلحة الثقيلة يا إخواني ليست فقط الدبابات والطائرات والصواريخ، الأسلحة الثقيلة وذلك الإنسان الذي يحمل العقيدة في قلبه، فهو أقوى من كل أطر الأرض وأقوى من كل أدوات الأرض وأسلحة الأرض. فإنسان العقيدة وفرد العقيدة ورجل العقيدة هو أقوى من على الأرض، لأنه يستعين بالله تعالى ويستنصر بالله تعالى ويعتز بالله تعالى، وهو إذا رمى فالله يرمي سبحانه وتعالى، وإذا قتل فالله الذي يقتل، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذن هذه الأسرة القرآن عملها على أنها حصن. وإذا كان الناس بتوع المؤسسات العسكرية والسياسية اللي بيسموها المؤسسات السيادية بيكتبوا يفط عليها كده ممنوع الاقتراب والتصوير، وده بتعمله الأنظمة عشان تحمي معلوماتها أو تحمي أمنها، فالله الملك سبحانه وتعالى وضع لنا على حصن الأسرة المسلمة عنوان ممنوع الاقتراب والتصوير. نعم، ممنوع الاقتراب والتصوير، ممنوع الاقتراب من الحصن ده حتى لا يعطل عن مهمته، أو لا تشوه صورته، أو لا يحدث عنده خلل، أو لا يتأخر على الإنتاج، أو لا ينتج إنتاج مشوه. محدش يشغب على الأسرة،
محدش يشغب على الأسرة حتى بالزيارات، والزيارات زي أي مؤسسة سيادية لازم يكون لها تصريح رسمي وبطريقة رسمية وفي وقت معين ومدة زيارة محددة وأهداف هذه الزيارة وهتقابل مين وعايز إيه. كمان كده القرآن وضع لنا قانون قرآني كده بيقول لنا إن البيوت دي والأسر هذه ما ينفع تروح جاي عليها، ولا هي قهوة تروح تقعد فيها، ولا هي مكان للتسلية تقعد فيها ليل ونهار. لها ضوابط الزيارة ولها أحكام الزيارة ولها هدي الزيارة ولها أداب من النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن لنا الطريق صلى الله عليه وسلم. وبداية الله تعالى أمرنا سبحانه وتعالى أن نراعي تلك الأداب، لكن بداية هل الزيارات مطلوبة؟ نعم، التزاور بين المؤمنين مطلوب لأنه بيحقق الوحدة وبيحقق أخوة وبيحقق محبة ربنا سبحانه وتعالى. يقول سبحانه في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتزاورين فيه والمتباذلين فيه. فالتزاور في الله سبحانه وتعالى يوجب محبة الله جل في علاه. التزاور مطلوب ولكن بآداب. التزاور يوجب محبة الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الصحيح أن رجلا ذهب يزور أخا له في الله، فأوقف الله على مدرجته على الطريق ملكا يسأله: أين ذهب؟ قال: إلى فلان. قال: لما؟ قال: أزوره في الله. قال: الله تالله يقسم تزوره في الله؟ قال: أزوره في الله. تالله تزوره في الله؟ قال: نعم أزوره في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله سبحانه. بيسأله بيقول له: إيه هل لك من نعمة تربها عليه؟ يعني في إيه، في مجاملات بينك وبينه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله أحبك مثل ما أحببته. إذن أنا عندي معلم ضخم اسمه الزيارات، لكن هذه الزيارات لازم يكون لها أهداف ويكون لها أداب ويكون لها قيم. أولا القرآن قال لنا قبل ما تتحركوا في هذا الإطار عندك قانون. إيه القانون يا ربنا؟ ربنا الله الملك الخالق هو اللي وضع القانون. قال: يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. يا أيها الذين أمنوا نداء لأهل الإيمان المتحققين به: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. كل واحد حتى إن كان له بيوت، بيوتنا كلها واحد وبيتي هو بيتك، نعم ده في المجاملات، لكن كل بيت فيه أهله، فيه خصوصيته، فيه زوجة، فيه بنت، الحاجات دي كلها خصوصية. مش إحنا كلنا أصلحنا عيلة فالواحد يخش البيت كده في أي وقت من غير استئذان، لا لازم يستأذن. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. والاستئناس هنا ليس الاستئذان فقط، الاستئناس أن تستشعر بأنس، في إن زيارتك دي هتعمل أنس ليهم، هتعمل محبة، هتعمل مودة، وهم كمان هيأنسوا بيك وهم محبين إنك تزورهم وإنت محب إنك تزورهم. والأنس ده هو مدة صلاحية الزيارة، يعني ممكن تستأنس ويأذنوا ليك، فالزيارة تظل جميلة لغاية الاستئناس ما يخلص. لما رصيد الاستئناس يخلص تنقلب الزيارة إلى عكسها. بمعنى إيه؟ بمعنى أنك ممكن تستأذن نعم ويأذنوا ليك، لكن الأنس بيخلص. الأنس بيخلص لما تطول زيارة بدون مقصد، واحد تعبان، واحد مريض، واحد عنده مصلحة، عنده مذاكرة، عنده حاجة، لما بتطول أو لما تنتج عنها تصرفات غير صحيحة، أو لما يدخل فيها الفخر والكبر والتعالي أو الغيبة والنميمة، الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها، يبقى الاستئناس يظل الأنس موجود. ما تفضلش قاعد لما رصيد الأنس يخلص، ما تفضلش في الزيارة تقول ما هم أذنولي، لا، حتى تستأنسوا يحدث هذا الأنس، حتى تستأنسوا. طب الأنس شيء
وأذنوا لك، لكن وانت داخل السلام ده ربنا بيقول حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. إن في ناس بتخش كده تسلموا على أهلها، وفي الآية الثانية إيه؟ تسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فالسلام يكون بسلام ربنا، بتحية من عند الله مباركة طيبة. صباح الخير ليس تحية من عند الله مباركة، بونجور ليس تحية من عند الله مباركة، جود افترنون أي تحية. اللي بيخش على الناس ربنا، احنا بنتعبد بالزيارة، احنا بنتعبد بالزيارة، نتقرب لله بالزيارة، وبالتالي فلا يجوز ابدا ان ادخل بدون دون استئذان ودون سلام. ربنا نص عليه وتسلموا على الاله ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. طبعا يعني الصوره وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى، هو انقى، هو اطهر، هو اجمل. وبعض التابعين بيقول يعني حاولت ان انفذ كل ايه القران عفس الا هذه الايه، وددت لو ان احد اخواني ذهبت لزيارته فقال لي ارجع حتى انفذ هذه الايه. ثم القرآن أكمل لنا قواعد الزيارة في سورة النور برضو. السورة بتقول لنا إيه؟ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. لو في بيوت غير مسكونة، فنادق أو مولات، أماكن البيع الكبيرة أو المستشفيات أو الحاجات العامة، ليس عليكم أن تدخلوا بيوتا فيها متاع لكم، فيها مصلحة بتشتري بتبيع. ليس عليكم أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، مش خاصة بناس، مش خاصة بأسرة، مش خاصة ببيت، لكن الفندق لما يبقى فيه غرفة ما تأجرها خلاص دي خاصة، لا تخشها تستأذن. ليس عليكم جناح تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. ومع كده، مع ان ربنا اعطاك تصريح مؤقت، لو ما فيها، لو هي اماكن عامه وما فيهاش حد ساكن انك تخش تشتري او تخش تبيع او تخش تحجز، ومع ذلك ربنا قال والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ما تقولش يعني ان هذه اماكن عامه فبرضه تطلق بصرك او تدخل اماكن او تتجسس او تتلصص، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. في معنى ثالث في نفس النقطه دي قبل ما ننتهي منها في الزيارات. إذا لم أجد أحد في البيت لا يعني هذا إذن. إذا ما فتحوش البيت يعني هذا عدم، لا يوجد إذن. إذا ما كانش في حد في البيت مش معناه أن ندخل وروح أقعد أبدا. ما قالش كده القرآن، ما قالش كده، قال فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. فنقطة مهمة جدا، عدم الإذن ممنوع الدخول، عدم رد حد عليك ممنوع الدخول. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الاستئذان ثلاثة، يعني اللي يجي يضرب الجرس كده مرة اثنين ثلاثة ما فيش حد رد يمشي، مش كل يفضل خبط في الباب، ولا ده بأداب الإسلام وهنتكلم عن الأداب دي. فالهدف من الاستئذان أصلا إن يحدث ترابط ومحبة وتعاون، وهي زيارات مشروعة في الإسلام، لكن هذه الزيارات تتحقق بأن يتحقق الإنسان بالإذن، بالإذن في دخولها والسلام في دخولها، ومراعاة أداب الاستئذان، لأن الأسرة هذه معلم ضخم جدا من معالم الإسلام، ومفهوم ضخم مفاهيم الإسلام، ومنصة من منصات صناعة الأمة الإسلامية، وبالتالي ما فيهاش عبث ولا فيها عادات وتقاليد، لا فيها دين، فيها ربنا سبحانه وتعالى، فيها شرع ربنا، فيها حدود ربنا سبحانه وتعالى. فده أحد أهداف الاستئذان، وإيجاد الترابط والتعاون في الزيارات المشروعة. طبعا في الزيارات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فأنا برضو اللي بيأذن مش أي حد يدخله بيته، لأن أحيانا بنأذن لبعض الناس غير المستحقين لتلك الصفات، فبيبقى دخولهم فساد على البيت، ودخولهم إشكالية، دخولهم ظلمة، دخولهم حرام، دخولهم معاصي، دخولهم فتنة. فبرضو حتى اللي بيأذن مش أي حد يدخله أيضا. ولذلك الصورة أصلا قالت إن الزيارات مطلوبة، لأن المجتمع اللي بيزور ولادك وبيزور أهلك دول مجتمع بيساعدك في التربية. ولادك مش أنت بس اللي هتربيهم، أنت مهما عملت في تربية ولادك بتحقق 30% 40%، لكن المجتمع اللي حواليك شريك في هذه التربية بطريقة أو بأخرى. وبالتالي لابد إن احنا نوثق هذه الصلة المجتمعية. عشان كده الصورة فصلت تفصيل كبير جدا في موضوع الأكل مع بعض. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج،
ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، أو بيوت آبائكم، أو بيوت أمهاتكم، أو بيوت إخوانكم، أو بيوت أخواتكم، أو بيوت أعمامكم، أو بيوت عماتكم، أو بيوت أخوالكم، أو بيوت خالاتكم، أو ما ملكتم مفاتيحها أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله. حتى لما تدخل بيتك أو تدخل مكان تسلم، ما فيش حد في البيت وانت دخلت سلم، ألقي السلام، فسلموا على أنفسكم تحية. شوف شوف، تحية وانت داخل شقتك ما فيهاش حد كده، سلام عليكم ورحمة الله. الله الله، الشيطان تنحى والملائكة معاك، وتحية، شوف الآية، تحية من عند الله مباركة طيبة. دي تحية الإسلام، ده جمال الإسلام، مش صباح الخير ومساء النور والحاجات دي كلها. تحية من عند الله، مش من عند حد، ولا من عادة، ولا من إلف، ولا بتعالى على الناس. تحية من عند الله مباركة طيبة، ربنا بين لنا سبحانه وتعالى. ولذلك بأكد إن الزيارات لها فضل عند ربنا. ففي الحديث: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه، شوف 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 الحديث، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية بالليل إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. يبقى قبل ما تنام عايز يصلي عليك 70,000 ملك، اعمل زيارة خفيفة لأي حد في الله سبحانه وتعالى. في الصباح ربنا تريد ان ربنا يعني يرسل لك 70,000 ملك يصلون عليك، تروح تزور اي حد في الله سبحانه وتعالى. فهي لانها يعني باب من باب مفاتيح محبه ربنا سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: وجبت محبتي للمتحابين فيه، والمتجالسين فيه، والمتزاورين فيه، والمتبادلين فيه. وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا زار اخا له في قريه اخرى، فأرسل الله له، أرسل أوقف على مدرجته على طريقه ملكا. فلما أتى عليه قالوا عنده الملك، قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربوها لك، مصلحة عنده في التجارة بينك وبينه، في مصالح اقتصادية؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. شوفوا مقاصد الزيارة، مقاصد الزيارة لازم تجهزها لما تطلع: غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. ولذلك أهل الجنة الزيارات باب من أبواب الجنة. ففي الحديث: من عاد مريضا أو زار أخ له في الله، من عاد مريضا أو زار أخ له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وهي بتقوي المحبة بين المؤمنين. وإحنا قلنا الحديث: المتحبون في جلالي، يقول تعالى: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. لكن الزيارة لازم يكون لها هدف، الزيارة تستخدم فيها الوسائل الشرعية. ما ينفعش في الزيارة يعني نزور وإحنا بنزور نقعد نغتاب فلان وننم على فلان ونتبع عرض فلان، فلان عمل وفلان، ده كله بيفسد الزيارة وبيفسد أجل الزيارة وبيفسد هدف الزيارة وبيفسد العلاقة. لأن رابطة المحبة في الله مش مفترض تكون رابطة جغرافية ولا رابطة بس اجتماعية، في الله سبحانه وتعالى، مش رابطة محافظة كذا ورابطة أولاد كذا، لا، الله الله. فأصبحتم بنعمته إخوانا، إنما المؤمنون إخوة، ما قالش محافظة كذا إخوة ودولة كذا إخوة، لا، إنما المؤمنون إخوة. فرابطة الإيمان هي التي تجمعنا. مراعاة الحدود بقى حتى لا نقع في الإذن. الإذن لا يعني أنك أنت تدخل تعمل اللي أنت عايزه، والإذن لك مش معناه أنك تدخل البيت تفسدي وتروح تفتح التلاجة دي وتفتح الدرج ده وتقلبي هنا في طبخين إيه النهاردة وعاملين إيه النهاردة ولبس إيه، وتعيشي في الأرض فسادا. ده فساد، ده فساد. وحتى لو الناس تجملوا ليك وعملوا نوع من الملاطفة، هذا فساد. لا يجوز أبدا أن نقتحم على الناس خصوصياتهم، ولا رجال ولا نساء. ولذلك يعني في أداب الزيارة، الله لا يستحي الحق سبحانه وتعالى، لابد أن نضع حدود ربنا. البيوت بتقوم على حدود ربنا، كل من خالف حدود ربنا بنقع في الفساد ونقع في المنكر ونقع في معصية الله تعالى. ولذلك لابد أن احنا نقول الزيارات، الإذن، إذن لدخول الأسرة لابد أن يكون منضبطا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونتجنب العادات الباطلة الفاسدة، والتي منها ما يلي: مثلا أن الزيارة
تتحول من زيارة في الله إلى نوع من المجاملات المتكلفة. هم طبخوا لنا كذا وإحنا نطبخ لهم كذا، هم قدموا لنا كذا وإحنا لازم نقدم لهم كذا، هم مش حدش أحسن من حد. ويبدأ الناس يبذلوا جهدا كبيرا بنوع من التكلف في الزيادة عن الحد. والمسلم لا يتكلف، المسلم لا يتكلف لأخيه، المسلم لابد أن تكون الناس على طبيعتها، وإلا الزيارة ستصبح عقوبة، الزيارة تصبح مشكلة، هتصبح ثقل. أصل أنا عايز أزورهم ثم زاروني فجابوا لي كذا فعايز أوصل لهم كذا وكذا وكذا. هذا النوع من التكلف ليس من سمات المؤمنين. المؤمن هين سهل وممكن تبقى هدايا، لكن هدايا رمزية، لكن الناس تثقل على بعضها البعض، فتتحول الزيارة من مفتاح للعلاقة إلى ثقل وإلى هم وإلى نوع من التفاخر وسوء الأخلاق. أيضا في الزيارات بعض الناس وبعض الأسر بتبقى عندها مشكلة كبيرة، إن دم دخل خلاص الناس تقعد مع بعضها اختلاط وعدم ستر وعدم لبس حجاب، والناس تدخل في بعضها وإيه ورجالة وستات وبنات، ودي كارثة كبيرة جدا، لأنها دي منطلقات الفساد ومنطلقات الفحش ومعصية الله سبحانه وتعالى. لابد نراعي هذه الحدود. مش معنى أن حد بيزورنا قريبنا أخو الزوج، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أخو الزوج اللي هو أقرب الناس هو الحم، والحم والموت، وبالتالي ما نتسهلش. أصله ده زي أخويا، ده أصل أنا ربيته، أصل إحنا مطالبين مع بعض، أصل إحنا زملاء في الشغل في النهار كله، فنتخفف في لبسنا ونتخفف في كلامنا ونتمايع في ألفاظنا ونتكلم في مزحنا في معصية ربنا سبحانه وتعالى، أو نقع في الغيبة والنميمة، أو نضيع أوقات نوع الساعات. بتعملوا إيه؟ بنضيع وقت، كارثة. ربنا هيعاقب الناس اللي بيضيعوا وقتهم وبيضيعوا أعمارهم من الفساد في الزيارات، إن يحصل تباهي وتكاثر، إحنا اشترينا كذا وإحنا عندنا كذا، والتكلف، وهذا يغضب الله سبحانه وتعالى. والمرأة يعني مهما كانت لابد أن تراعي الله سبحانه وتعالى في لبسها في كلامها، ولا يخضعن بالقول. وبرضه مطلوب نراعي الأحوال الخاصة، الناس المريضة، الناس اللي بتذاكر، الناس اللي عندها مشكلة، الناس اللي بتنام بدري، فهذه كلها أداب. لكن تعالوا نروح على النبي صلى الله عليه وسلم ونجد النموذج كده، إنه أول حاجة نبدأ بالسلام كما علم النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أمر الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وفي حديث إن في رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البيت، فقال آلج، هو قاعد باب آلج، آلج يعني أدخل في اللغة العربية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خادم: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان. يا بيعمل إيه؟ فقل له: السلام عليكم. أدخل؟ هذا نظيم. أول حاجة بنتكلم عن السلام، وقولش أنا، مين اللي بره يقول لك أنا؟ ما فيش حاجة. النبي يعني طرق رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من؟ قال: أنا. قال: أنا أنا، يعني يستنكر: من أنت؟ فقل: فلان. أيضا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الزيارة، في زيارة الأسرة هذه، لأن الاستئذان من النظر كما قال صلى الله عليه وسلم. فالواحد ما يقفش على باب كده ويقول أنا بخبط على الباب. فعلم صلى الله عليه وسلم الوقوف بمحاذاة الباب وعدم استقباله. ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وليه كده؟ لأن إنما كما في الحديث إنما جعل الاستئذان من النظر أو من البصر. أيضا كما قلت لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام أن يعرف المستأذن بنفسه، ما يقولش أنا، يقول أنا فلان، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من صور الاستئذان الاستئذان ثلاث، كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاستئذان ثلاث، بالأولى يستنصتون، مين؟ حد بيضرب الجرس، حد بيخبط، وبالثانية يستصلحون. مش تضرب الجرس وتقف وتخبط، انتظر، وبالثانية يستصلحون يلمس، وبالثالثة يأذنون أو يردون. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لما يعني استأذن على رجل من الأنصار فالرجل خرج متعجلا فقال: لعلنا أعجلناك، صلى الله عليه وسلم. أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الاستئذان البيوت، هذا حصن البيوت، ده نوع من حدود الله تحوط به من كل مكان. الأسرة المسلمة حصن من حصون الإسلام، فما حدش يتحرك فيها لا في الداخل ولا في الخارج إلا بحد من حدود الله وضابط من ضابط ربنا وشرع ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا أنس رضي الله عنه يقول: كانت أبواب النبي صلى الله عليه وسلم تقرع بالأظافير، بالظفر وكده بيخبط، مش بيخبط كده أو بيحط إيده على الجرس ما بيسيبهاش.
وأن يرجع إذا لم يأذن له الناس، فإن لم تجدوا فيه أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم. أيضا في أدب مهم جدا في الزيارات، إن إذا كان الاستئذان أو عند الدخول مطلوب والسلام عند الدخول مطلوب، فالسلام والاستئذان عند الخروج، ما بقاش قاعد كده أروح قايم طالع من الباب، لا استأذن ممكن أخرج عن إذنكم، لو حد في الباب يغير، لو يطلع يوسع يبقى في ناس يعني يعملوا حسابهم، مش يطلع كده وخلاص. ففي الحديث إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده فلا يقومن حتى يستأذنه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك لنا شاردة ولا وردة في أحكام الأسرة وفي التعامل معها إلا إما في هدي قرآني أو هدي نبوي، عشان نتعلم من البيوت والأسر حاجة قيمة جدا ما ينفعش نتعامل معها بمجرد عادات أو بأي صورة من الصور اللي احنا تعاملنا بها. لا، المسلمون يتعاملون في كل شأن من شؤونهم وفق مراد ربهم وشرع الله سبحانه وتعالى. الاستئذان حتى على أهل البيت، أهل بيتك أيضا. جاء رجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أستأذن على أمي؟ قال نعم. قال أستأذن على أمي؟ قال أتحب أن ترى عورتها؟ الحديث. وبالتالي الاستئذان بكل صوره وأشكاله، لأنه في حالة حياء لابد أن يحتفظ بها الجميع في هذا البيت. وهنا نقطة لابد أن أقف عندها، أن الاستئذان هذا للدخول، حتى الذين يسكنون هذا الحصن، الذين يسكنون هذا البيت كذلك لهم ضوابط، مش في أي وقت يتحركوا، مش في أي وقت يدخلوا الغرف. القرآن حتى التفاصيل الدقيقة دي، القرآن ما ذكرش العصر كم ركعة والظهر كم ركعة، لكن ذكر وإحنا بنخش البيت نتعامل إيه، وإحنا بنخرج نعمل إيه، وإحنا بنتحرك لأن إذا دخل الظلام والفحش إلى أي زاوية من زوايا الأسر بيفسد المجتمع كله. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى وضع قانون كمان داخلي داخل المعسكر، الناس اللي جوه المعسكر دول قال في ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليكم جناح بعدهن، إن أولادكم والخدم اللي عندكم في ثلاث أوقات، ثلاث أوقات لكم، هذا من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. الأوقات العادية اللي الناس بتتخفف فيها وتريح فيها، الشغالين عندكم وولادكم ما ينفعش يدخلوا الغرف من غير إذن، خاصة في هذا التوقيت ما تخشش علاقتك كده زق الباب وتطلع، ولا على والدك وتدخل، ما ينفعش، لازم تستأذن، يستأذن بصفة عامة. لكن هذه الأوقات لها خصوص، ثلاث عورات دي أوقات العورات، بعد صلاة العشاء حين يطلعون سباكم من الظهيرة ومن بعد صلاة، فصلاة الفجر والظهر ومن بعد العشاء دي ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليكم جناح بعدهم. في الأوقات التانية الأمر أيسر بكتير، ولذلك في استئذان من الخارج وفي استئذان داخلي، وده بيدينا قد إيه الإسلام اهتم بالأسرة ووضع لها قواعد ووضع لها أحكام وتشريعات حتى لا يدخل الفحش إلى أي جانب من جوانبها، أو يساء الفهم أو تساء الأخلاق أو تهدر القيم بأي صورة من الصور. طبعا أنا قلت لكم في الأول إن الأنظمة والناس بيقولوا ممنوع الاقتراب والتصوير. طب الاقتراب إحنا قلنا عليه إنه ممنوع يدخل من غير إذن، ونتكلم عن بعض التفاصيل الآن. لكن حتى التصوير الواحد يبص كده هو ماشي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لي من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فقد هدرت عينه. لما واحد يبص في شباك ناس كده في بيتهم أو في بيت ناس يبص عليهم كده يقول لك لو فقعوا عينه دي فلا دية عليه. ليه؟ لأن هو اللي اعتدى. وروي في الحديث أن رجلا اطلع على حجرة من حجر النبي صلى الله عليه وسلم، بص فيها كده، والنبي صلى الله عليه وسلم معه آلة رفيعة من حديد في إيده، آلة كده رفيعة من حديد في يده صلى الله عليه وسلم، فلما شافوا النبي بيطلع قال لو أعلم أنك تنظر لطعنتك بها في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. إذن أيها الإخوة الكرام والأخوات الفضليات، الاستئذان شرع الله سبحانه وتعالى، آداب الاستئذان أن أدخل أجلس حيث يجلسني صاحب البيت، ألا أؤم صاحب البيت لكنش إمام إلا بإذنه، ألا أجلس على تكرمته الكرسي بتاعه إلا بإذنه، ألا أتلصص في البيت أشوف ده جايبين إيه وشاريين إيه وطبخين إيه وعاملين إيه، وأعمل مسح للبيت، أغض بصري وأجلس في المكان اللي أهل البيت عايزين يخلوني أجلس فيه، ما أجلس بمزاجي في أي حتة، أكشف البيت كله
وأن أغض بصري في دخولي وفي خروجي، وأن أستأذن في الدخول وأستأذن في الخروج، وأسلم في الدخول وأسلم في الخروج، وأن أراعي في الزيارة أن تكون فيها طاعة لله سبحانه وتعالى، ألا يكون في غيبة ولا نميمة، ألا أذكر عورات الناس، ألا تكسب فيها العورات، ألا نتخفف ونترك أداب الإسلام بأي داعي من دواعي. المرأة تترك الحجاب أو تترك الستر، أو يتحدث الرجال والنساء في أمور خارجة، ويحدث نوع من إزالة الكلفة بين الناس، فلما تزال الكلفة يدخل الفحش ويدخل السوء إلى بيوتنا. الاستئذان معلم من معالم الإسلام، الاستئذان الخارجي والاستئذان الداخلي، كل ده بيدينا رسالة مهمة جدا عن أهمية الأسرة المسلمة، أهمية حماية الأسرة المسلمة. ممنوع الاقتراب والتصوير، ممنوع النظر إليها بدون حدود، ممنوع النظر إليها بدون إذن، ممنوع الدخول بدون إذن، ممنوع الخروج بدون إذن، ممنوع الحركة في الأوقات العورات الثلاثة بدون إذن حتى للساكنين في هذا الحصن الطيب المبارك. إذا نحن نتحدث عن صورة النور، وهي تؤكد لنا أن الأسرة التي تصنع الرجال لابد من المحافظة عليها، ومن المحافظة ألا أدخل إلا بإذن، اللي ما نسميه تصريح الدخول وتصريح الخروج، الإذن بالتعامل مع هذه الأسرة. حتى النظر إلى هذه الأسرة أو إلى هذا البيت لابد فيه من مراعاة شرع الله سبحانه وتعالى. هكذا ندرك أن البيت المسلم والأسرة المسلمة الله حصنها، والنبي بين حدودها صلى الله عليه وسلم، والزيارات كما هي مطلوبة ومأجورة، فإذا خرجت عن إطارها في نيتها أو في أحكامها أو في حدودها، فإنها تتحول إلى رافد من روافد الشر، وإلى صورة من صور معصية الله سبحانه وتعالى. وإذا لم نستطع أن نطبق أحكام الإسلام في بيوتنا وأسرنا وتعاملنا، فكيف سنطبق أحكام الإسلام في الأمة في حدودها وفي تشريعاتها وفي إقامة هذا الدين؟ أسأل الله تعالى أن يجعلنا أهلا لأن ننشئ الأسرة المسلمة، وأن نحمي تلك الأسرة المسلمة المباركة. البيوت حصون التربية ومصانع الرجال، ورصيد الأمة المتجدد، ورافدها المبارك. لذا كان الدخول إليها بحساب دقيق، ولزيارتها أحكام وضوابط وآداب. ممنوع الاقتراب والتصوير عبارة وضعتها الأنظمة السياسية عند المؤسسات الأمنية والعسكرية، أما الأسرة المسلمة فالذي منع الاقتراب والتصوير والدخول بدون تصريح رسمي هو الله تعالى. فاعرف الفرق وتأمل. الاستئناس ليس الإذن بالزيارة فحسب، ولكنه الأنس بها بداية ونهاية. لذا ينتهي تصريح الزيارة إذا ذهب الأنس وحضر التكلف والتباهي والتجاوز. كل شيء أدى عكس ما وضع له يصبح ضرره أكثر من نفعه. فالزيارات التي لا تؤدي إلى توثيق العلاقات وزيادة المحبة وقوة الترابط، إيقافها ومنعها أفضل آلاف المرات من استمرارها. ما ترك الإسلام لنا زاوية يمكن أن يتسلل الظلام والفحش منها مهما كانت صغيرة، لا يلقي أحد لها بالا، إلا أضاء الجنبات بالتشريع النوراني وقبس قرآني. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا، وأن يهدي قلوبنا، وأن يحفظ بيوتنا، وأن يرزقنا العمل بما أمر، والسير على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.